قمة لقاءات الجولة، الترجي في مواجهة الإفريقي في ديربي يحمل 129 بين الفريقين في البطولة و49 في الرابطة المحترفة. في 128 مواجهة سابقة 270 هدف تسجلوا في الديربي، 116 للإفريقي، 154 للترجي، 51 انتصار الأحمر والأصفر، 30 فوز الأحمر والأبيض، و47 مباراة انتهت بالتعادل. في 48 ديربي في الاحتراف الترجي فاز 25 مرة، 10 للإفريقي و13 تعادل. أول هدف في الديربي لحساب البطولة الوطنية تسجل في موسم 55-56 عن طريق منير قبيلي في مباراة انتهت بانتصار الإفريقي 2-0. في الرابطة المحترفة سامي العروسي من الترجي كان سجل أول هدف في 16 نوفمبر 1996 في حين سجل تيجاني بالعيد آخر هدف إلى حد الآن في الديربيات كان في 18 فيفري 2018. سلام القزداوي هو صاحب الهدف رقم 200 في الديربي في 17 أفريل 2005. وقتها المدرب الحالي للترجي معين الشعباني سجل زوز أهداف، واحد في شباك الإفريقي والثاني للإفريقي في شباك الترجي. حسن بعيو مهاجم الإفريقي يبقى إلى حد الآن هدف الديربيات 9 أهداف، هو صاحب الثلاثية الوحيدة في مواجهات الإفريقي والترجي في موسم 77-78. طارق ذياب أكثر اللاعبين مشاركة في الديربي ب 29 مباراة. في أعرض نتيجة تسجلت في الديربيات 5-1 الإفريقي في مايو 1985 هي ثاني خماسية سجلها فريق الأحمر والأبيض ضد الترجي بعد أكتوبر 1977 وقتها انتصر الإفريقي 5-2. الترجي سبق له باش فاز في 3 مناسبات بنتيجة 4-0، الأولى في 94 ومرتين في 1999، في حين يبقى أسرع هدف تسجل في الديربيات كان من نصيب لاعب الترجي سابقا أسامة الدراجي في جوان 2011، هدف تسجل في 9 ثواني و18. آخر ديربي انتهى بالتعادل 0-0 كان في 1 مايو 2010، ومن وقتها كل الديربيات وعددها 20 تسجلت فيها الأهداف. 18 إقصاء في البطولة المحترفة، 14 ضربة جزاء تسجلوا منها 12، وبقية الأرقام ستأتي بعد الديربي 129. وفي الانتظار الأكيد وأن المواجهة باش تكون مشوقة، خاصة مع إصرار الترجي على الهيمنة على الكرة التونسية مقابل انتعاش الأفارقة في المدة الأخيرة. أي حمدي نبدأ معاك، رغم كل الكلمات اللي تتقال قبل الدربيات مباراة ما تحضروا لهاش تحذير خاص مباراة باقي المباريات، لكن تقعد لقاء الدربي الإفريقي الترجي مباراة من نوع خاص حتى في أذهانكم كملعبية ولا كإطارات فنية قبل أطر فنية تحضروا لها تحذير خاص. بالطبيعة الدربي راهو حالة خاصة بالنسبة للنادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. دربي فيه نكهة، يعني من نجم يكون كان اللاعب اللي يشارك فيه باش يعرف قيمة الدربي ما بين الفريقين والاستعدادات اللي لازم تكون ما بين الفريقين، استعدادات خاصة. فهمتني؟ يعني الدربي يعني تصور أنت جماهير كبيرة تستنى فيك، كل الجمهور يستنى في فريقه وين شكون اللي باش يفوز وشكون اللي باش ينهزم. ومع هذاك فهمتني، حتى في الاستعدادات في التدريبات حتى نحن كأصحاب، حتى نيس يعرف فهمتني ولو انه ما لعبش معنا، اما يعرف الاستعدادات نتاع الفرق خاصة جدا، لانه فهمتني حتى المسؤولين يكونوا فهمتني يحاولوا باش يحاولوا يتجمدين فهمتني باش تكون يعني الراحة التامة للاعبين. عارفي نكهة خاصة للقاء الدربي طبعا. أكيد الدربي بين الإسبيرونس والكلوب أفريكان ديما يقعد دربي، يعني من أحسن دربيات على المستوى العربي بصراحة. الترجي معنا في نسق ممتاز، معنا في بيريود باهي نتاع دي باهي، في عام معنا هازز شامبيونز ليغ، والبيريود نتاعو معنا قاعد يقدم في مستوى كروي ممتاز. كلوب افريكان كيف زاد ظهر لي دخل دوري مجموعات مورا المو معنا في احسن حالاته، ظروفه قاعده تتحسن بشويه بشويه. نتصور دربي باش تعدى دربي كالعاده، دربي مشوق، دربي فيه امبيونس تحفونه،
تصور جو العام تو قاعد يعيش اللحظات بشويه بشويه، بتحسوا في الواحد يدخلوا في الديربي يعني ان شاء الله نهار الاحد. ما زلت فما حاجات ما حسيناهاش كيما الديربي اللي فات، بوتيتر طبعا نحكي ولا على الامبيونس نتاع الجماهير نتاع استاد. مي الديربي كيما قلت لك ديما عنده نكهه نتاعو، ديما عنده اجواء نتاعو الخاصه، ما فماش معنا ماتش ما خير منه بوتيتر في الشامبيونا. ان شاء الله نشوفوا ديربي ممتاز، ان شاء الله نشوفوا اجواء طيبه ما قبل مباراة وما بعد مباراة إن شاء الله. صادق ديربي يجي في توقيت ممتاز للزوز فرق الترجي الرياضي التونسي اللي مازال منتشر بالتتويج بكأس رابطة الأبطال، المشاركة في كأس العالم، والنادي الإفريقي بالترشح للمجموعات، والنادي الإفريقي اللي بدا يلقى روحه فنيا في آخر المباريات في البطولة. صحيح، حبيت نبدأ بالنادي الإفريقي لأنه النادي الإفريقي هو آخر فريق اللي تفرجنا عليه، اللي في ظل ايام معدودات مكن من جني ستة نقاط مش سهله، ستة نقاط صعبه للغايه، خاصه التنقل الصعب في تطاوين اللي ريناه في تطاوين، والعزيمه الكبيره اللي ريناها من لاعبي الافريقي وتجسيم الفرص اللي جاتهم رغم النقائص الكبيره على مستوى البشر. يعطيك الصحه، كاش قلت العزيمه الكبيره من اللاعبين اللي هبطوا للميدان بغض النظر على الاسماء، وعداوا مباراه جد طيبه وانتصروا عن جداره. من بعد ايام زاد كيف مباراه اخرى صعبه للغايه وفيها ضغط نفسي كبير برشا، لانه النادي الافريقي مطالب بجني النقاط ضد الفرق كيما المتلوي اللي تلعب باش تتفادى بلوز موا النزول. النادي الافريقي ينتصر زاد في مباراه صعبه 3-1 ويتمكن من القروب من الكوكبه خلينا نقولوا نتاع السته الفرق الاولى. اليوم عندنا في الترتيب نتاعنا في البطوله عندنا ثلاثه خلينا نقولوا مجموعات، فما مجموعه فيها سته الفرق الاولانيه اللي تنتهي بالنادي الافريقي، دونك سي ا بي سي اس اس اسبيرونس ليتوال معاهم استاد تطاوير النادي الافريقي 6 و7 فرق، ومن بعد عندنا كوكبه اخرى فيها 3-4 فرق قراب شويه لبعضهم من 14-10، وعندنا زوز فرق الاخرين. دونك اليوم النادي الافريقي مطالب باش يعدي مباراه طيبه، لو يحب يرجع في خلينا نقولوا معناها السباق على البقاع الافريقيه المؤهله للكاس رابطه الابطال والا الكاس الكاف، مطالب باش يعدي مباراه طيبه باش يحاول يحصد نقاط ضد فريق معناها اللي هو توا في احسن حالاته، مالغري لو فو با اللي ما كان حتى حد يستنى فيه، مالغري العثره خلينا نقولوا مفاجاه ضد فريق العين، لكن ترجي في نسق تصاعدي. اليوم ترجي متوج باغنى واتوج واقوى الالقاب على الصعيد الافريقي، الترجي انتصر في المباريات اللي لعبها الكل في ظرف اسبوعين، الترجي دور الافكتيف نتاعو وعمل برشا تورنوفر، جاب برشا حلول برشا بدائل معين الشعباني، واليوم نصور المباراه باش تكون طيبه على المستوى الفني، ان شاء الله راهو مباراه متميزه، ان شاء الله راهو اهداف، ما نساوش بوزيسيون دو ستيل زاده ما بين معين الشعباني ومجدي تراوي من جهه اللي دونك وقع تثبيتهم واللي قاعدين يبليو في البلاء الحسن، مع العائد شهاب الليلي للدربيات اللي بعد ما كانت له خلينا نقولوا معناها اون اكسبيريونس ماهيش ممتازه دان بوان دو فيو نتائج مع الدربيات، يرجع اليوم لاثبات النفس ومحاوله اقتلاع نقطه او اكثر ضد فريق ترجي، يقعد من بعد الميدان هو الفيصل، لكن نتصور الدربي هذا ما فيش برشا ضغوطات، معناها ليكيبات الزوز ليبيري شويه، مش كيما الدربيات المسانسين نعيشوهم قبل بجمعتين وبثلاثه جمعة تلقى ضغط نفسي كبير وتلقى بريسيون على اللاعبين كما كان يحكي حمدي بكري والا على الجماهير، حس اللي فما شويه هكا نقولوا احنا انسيابيه وشويه ليسي علي شويه رولاشمون، الشيء اللي خلينا نحاولوا كيفاش نراو كره باهيه وان شاء الله يدور مباراة في احسن الظروف، وان شاء الله راو اهداف سورتو اللي عاودونا بها وتشويق اللي عاودنا به الدوري. عربي حكي صادق على رولاشمون اكيد، ولو انه تو الانظار الكل متجهه للملعب فين باش تجرى المباراه، لكن تقعد نهار الدربي وقبل بنهار من الدربي اجواء خاصه جدا في مباراه يحكيوا برشا انها مباراه تتربح ما تتلعبش، مباراه يقول لك الاطار الفني يقول لك ما نلقاش صعوبه في تحضيرها على المستوى الذهني لانه الملاعب يحضر روحه بروحه في مباريات كبيره كيما هكا. اكيد محمد علي بالنسبه للملاعبيه كسوال الكلوب ولا الاسبيرونس مباراه الموسم يعني في حد ذاتها هي تتويج بخلاف اللقب الاساسي اللي في اخر العام بتاع كسوا بطوله او كاس، تقعد مباراه الديربي هي في حد ذاتها تتويج للملاعب اللي في العاده ديما كل ديربي نكتشفوا فيه مدرب ونكتشفوا فيه ملاعب يكون هو، خاصه في السنوات اللي فاتت كنا ديما في كل ديربي نكتشفوا ملاعب يقولوا هذا مستقبل نتاع ملاعب كبير، ولو انه ممكن السنه ديربي ياتي في ظرف مغاير، صحيح زوج فرق جاهزين على المستوى الفني والمستوى على المستوى
سيدي البشري ورجعت الثقة في الملاعبية كسوة بالنسبة للكلوب أفريكان خاصة اللي تعدى بظرف صعيب. لكن ما تنساش محمد علي اللي الانسيابية والريلاشمون اللي يحكي عليه السادق توا ما ردوا حال الحكاية اللي حكيناها قبل الحصة على الملعب وحتى على المباراة في حد ذاتها اللي كانت مدوا جزر اسكو باش تلعب في وقت أو لا اليوم معناها لما تدخل المكتب الجامعي وأعلن تمسكه بموعد 6 جان في باش تدور فيه المباراة هذاك علاش ممكن من البارح دخلنا رسميا في أجواء الديربي لأنه برشا جماهير كانوا يتوقعوا المباراة باش تتأجل إلى موعد لاحق بحكم عدم جاهزية الميدان لكن اليوم بعد التثبيت نتاع موعد 6 جان في نهار الأحد الجاي بدات لعبات تحكي على الديربي بدات الحرارة تتعدل للجماهير اليوم الترجي الرياضي التونسي مطالب باش يأكد كونه الفريق الأقوى محليا بعد ما أكد كونه هو الأول على الصعيد القاري فعلى الصعيد الطرف المقابل النادي الإفريقي تعدى بامتحانات صعيبة منها مباراة الهلال السوداني ودخل دور المجموعات اللي يقعد كان من بين الأهداف الكبيرة اللي رسمتها الهيئة المديرة اليوم عندك مباراة صعيبة ضد منافس تقليدي على اللقب ضد منافس الانتصار عليه في حد ذاته يعتبر اللقب رمزي اليوم الإطار الفني كما حكى الدكتور شهاب الليلي هو بيدو في حاجه ماسه الى تحقيق نتيجه ايجابيه لانه علاقته بالديربيات رغم التجارب الناجحه اللي عداها كسوة في صفاقس او حتى في النادي الافريقي تقعد ماهيش موافقه على عكس المدرب الكبرى مباريات الكبرى عكس برتران مارشان اللي ديما كان يحسب نتائج المواجهات الكبيره اللي صالحه اليوم برشا اطراف مطالبه بالتاكيد الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي كيف كيف بعد نكسه العين انا نقولها مطالب كونه باش يوري للترجي الرياضي التونسي بخير وللفريق هذايا قادر باش يعاود يكرر ملحمه الموسم الفارط على المستوى الافريقي والمستوى المحلي يعني اليوم المباراه صحيح هي في حد ذاتها مباراة لقب بين زوج فرق يعرفوا بعضهم برشا لكنها على مستوى الارقام مباراة مهمة ياسر لزوج للفريقين الترجي التونسي لو ينتصر باش ياكد جاهزيته للدفاع على اللقب نتاعو والنادي الافريقي لو يحسم الاوراق المباراة لصالحه باش تكون انطلاقته الحقيقية لانه اذا تربح الترجي التونسي اليوم في ظرف كما هذا يعني انت جاهز للعب من اجل اللقب. يعني كل واحد من المعين الشعباني وشهاب الليل يحاول يحسم الامور لصالحه لكن فما ملاعبيه هما اللي باش يكونوا موجودين على ارضيه الميدان في مباراه ديما نسمعوا انها مباراه تتلعب على جزئيات صغيره مباراه يحسمها كل واحد يقوم باقل اخطاء مباراه ما يلزمكش تغلط فيها برشا. بون هي قبل كل شيء باش نتاحوا التونسيون محمد علي ماهيش معناتها مباراه مسيريه تتلعب عليها لقب باش نلقاو تونسيون كبيرة، ممكن كل واحد باش يدافع على السيكل الباهي والسلسلة الإيجابية نتاع النتائج نتاعو. أما البرستيج نتاع انتصار في ديربي يقعد ديما موجود. بيان سور خاطر شوف التكنيسيان يخمم كرويين والجمهور يخمم باش يعيش بالديربي. تعرف راهو التكنيسيان والمدرب واللاعبين ما يخموش كيما الجمهور، الجمهور تعرف أنت اليوم تربح ديربي تقعد تعيش به حتى مرحلة الإياب وحتى اللي يجي الديربي الجاي، لكن لاعب كرة القدم يعرف كيفاش يتعامل مع مباراة، ما تصورش أنه اللاعب كيما المحب تفكيره، ما تصورش، لكن فنيا كي نشوف أنا معين أكثر عقلانية تقول أكيد جدا يعني فنيا أكثر باش تطغى عليه العوامل معناتها التكتيكية والبدنية والذهنية وكل مدرب كيفاش يحضر مباراته في السلسلة اللي هو فيها توا، تعرف اللي النادي الإفريقي اليوم بلانكم معناتها في التوب نتاع الكومبيتيسيون قاعد يلعب بانتظام مباريات راهو الملاعب يحب ديما يلعب بانتظام محمد علي عكس اللي قاعدين نسمعوا فيه اليوم نسمعوا انه الترجي الرياضي ممكن برشا ناس يحكيوا الراحه ودرس فيها لا النادي الافريقي في الوقت الحالي وفي الفتره الحاليه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه نوعا ما نعطيه افونتاج صغير لكن كلا الفريقين عندهم سلسله ايجابيه من النتائج ومن الاداء ممكن نحكيوا على نكسه وما هيش نكسه في حد ذاته اليوم الترجي الرياضي التونسي رجع من الامارات خامسا بلاصه ممكن المسابقه الاخيره اللي تكلسها فيها الاخير تحسنت الامور وجاب انتصار بضربات جزاء يخليه نوعا ما يطمح في مرتبه مخير النادي الافريقي النادي الافريقي اليوم بعد بدايه موسم نوعا ما صعيبه على جميع المستويات اداريا فنيا نعرفوا الموارد الماليه اللي ما كانتش كافيه وخلت الاداره نوعا ما تلقى اشكاليات لكن النادي الافريقي عاود يرجع من باب كبير رغم الظروف ورغم ان نقول ظروف علاش خاطر بالحق مشاكل كبيره برشا كان تجي تشوف صادق المشاكل الماديه اللي تحطت باش انت تعاود لي كونترا نتاع الملاعبيه نتاعك وباش تخلص الاخطاء اللي موجوده في الفيفا ما ينجموا يعملوا لك عام كامل معناتها مرتاح اليز على الاخر
اليوم مباراه كيما هذه نتصور انه شهاب بليلي باش يستغل الحاجه وحاجه مهمه وعامل مهم برشا اللي هي الثقه نتاع الملاعبيه نتاعو واللي هي العوده نوعا ما للركائز نتاعو الاساسيه اللي نوعا ما كان عليهم برشا ضغط في بدايه الموسم النادي الافريقي كيما زهير الذوادي الشماخي نوعا ما نحكيو على نحكيو على الدراجي زاد قاعد يرجع عيادي مطالب. اما النادي الافريقي زاد اني سامحني نقاطعك منقوص من ساسراكو والخفيفي مؤكد الغياب وسام يحيى عن الدربي وسام يحيى مازال وفخر الدين الجزيري مازال ماهوش 100% ايضا باش تحسم المشاركه نتاعهم عكس الترجي الذي التونسي اللي نجم نقولوا منقوص فقط مش على اللي نعرفوا على اللي معاقب من اداره الفريق ومتواجد مع فريق الامل. بو بالنسبه للغيابات اللي حكيت عليها محمد علي خلينا نعطيك حاجه مهمه برشا بالنسبه ممكن للنادي الافريقي غياب الخفيفي نوعا ما هو المؤثر في النادي الافريقي اليوم خاطر نعرفوا اتو كيما الشماخي في كل وقت ينجم يصنع الفارق ملاعبي رابيد ملاعبي يحب الان كونترا ويعمل الديفيرينس وقت اللي النادي الافريقي يستحقه. الاشكال نتاع ساسراكو نوعا ما حتى كي غاب ساسراكو نجح النادي الافريقي ولقاه الظله نتاعو في الشماخي نوعا ما حتى كي كان مهاجم صريح في زون المباريات الاخيره ما عطاهوش ساسراكو ممكن تيلت من اللي جاي النادي الافريقي مش يلي الغياب نتاعو ما ياثرش. انا متاكد من رايك في ساسراكو هذاك رايي نوعا ما محمد علي وانت تعرف بالنسبه لوسام يحيى كاليبر فنيا ممتاز لكن سيتان ليدر يحكم في الوسط الميدان وقت اللي كوره يلزمو يشدها وسام ويعيد يعاود يريض اصحابه ويعاود الكوره تخرج من ساقيه وميم طون فنيا ممتاز برشا تنجم تبني به الهجمه ويعرف الدربيه يعني ويعرف الدربيه وعايش دربيات ويعرف في الاوقات الصعيبه بتاع الدربيات يعرف كيفاش يتعامل مع الدربيات. ممكن فخر الدين الجزيري اليوم رب ذره نافعه كي نقولوا الصالحي في اللاكس ونقولوا العيفه اللي بدا يسترجع نوعا ما اكيد العيفه اليوم بدا يسترجع نوعا ما من الكينيت نتاعو ومعاه الوليد العبيدي يعني ما نخافوش على النادي الافريقي على المستوى الدفاعي على خاطر التركيبه نتاعو ظاهره وحتى الغيابات ما اثرتش ما عدا وسام يحيى اللي نوعا ما تاثيره نجم يكون نفسي اكثر منه فني علاش خاطر خلي غازي العيادي اليوم قاعد يسترجع في المؤهلات نتاعو من الناحيه الفنيه وكل مباراه قاعد يقدم وقاعد يتحسن ويزمو يتحسن في فريق كبير اسمه النادي الافريقي يزمو يعطي اكثر بشكل جميع النادي الافريقي. بالنسبه للترجي التونسي ممكن الغياب نتاع الشعلالي ممكن اداريا نعرفوا التراجي والاجراءات اللي قامت بالملاعب تنجم تكون من ناحيه الانضباط ممكن من تجديد العقد هذا انا ما عنديش المعلومه باش نجم به لكن اداره الترجي ممكن تعرف السبب هذا الشعلالي في وجود كوم وكوليبالي اليوم الترجي ينجم نوعا ما في غياب الشعلالي ما يتاثرش لكن فنيا باش راه ديربي محترم بما انه زوز فرق في اوج العطاء نتاعهم وفي سلسله ايجابيه. حمدي ديربي يجي في توقيت ممتاز للنادي الافريقي اللي كيما حكينا كيما حكيت الناس الكل النادي الافريقي بدا يلقى في الثوابت نتاعو في البطوله التونسيه زوز انتصارات مهمين كان حققهم الفريق مع ترشح لدور المجموعات في كاس ربيت الابطال الافريقيه معناتها نجم نقولوا النادي الافريقي ذهنيا ومعنويا حاضر كما يلزم. صحيح اللي قلته لكن النادي الافريقي تحسه بدا يسترجع الاستقرار الذهني. الاستقرار الذهني خاطر تعرف الملاعبي ولا حتى المدرب كي تبدا فما مشاكل في وسط الفريق من ناحيه الامور الماديه تخليهم فهمتني يعني الناس يعني تولي تنسى التيران وتخمم في امور اخرى. لكن مع شهاب الليلي يرجع على شهاب الليلي تحس اللي الفريق عاود يرجع من اول جديد في الاستقرار نتاعو الذهني خاصه اللي قاعده تراه ترى فيه في وسط الملعب في وسط الميدان والنتائج جات معاها بالفوز اللي قاعد يصير فهمتي المتتالي مع فما ملاعبين اللي كانوا مصابين وفما ملاعبين اخرين ظهروا في المقابلات واللي عمل عليهم شهاب الليلي وكانت فرصه للشبان هذايا باش الناس تعرف شنو هو فهمت النادي الافريقي قاعد يطلع فهمتي فما شبان ما فماش علاش يعني انت حتى كي باش تجازف به باش تعرف انت شنو هو عندك ما تقعدش انت تستنى فهمتي يلزمك انت تعمل ريكروتمون باش تعرف فهمتي باش انت تحسن الفريق نتاعك حتى عندك شبان في النادي الافريقي يعني راه مدرسه كبيره النادي الافريقي اللي هي نجم تخلق لك جوارات وطلعت برشا جوارات يعني ما فماش علاش يعني باش تعطي الفرص للاعبين اخرين خاطر فما برشا لاعبين انا فتحت قوس يعني على فما برشا لاعبين اللي مساكن يعني كانوا مهضومين ما عرفوش يعني ما خذاوش الفرص نتاعهم الكامله
لكن مع الوضعيه اللي صارت كما قال انيس، ضربه ظهرت النافعه، فما الاصابات كي صارت ظهرت وجوه جديده اللي هي وجوه يعني تنور النادي الافريقي. من قبيله تحكي على عامل الخبره حمدي، وانت كنت قائد فريق في النادي الافريقي، اليوم تواجد بلال العفا، اسامه الدراجي، زهير الذوادي، ملاعبيه ذوي خبره لعبوا دربيات ينجم يعاون الفريق في مباراه الدربي هذه. بطبيعه الخبره راي مهمه، مهمة يعني مهمة ياسر في المقابلات كيما هكايا، سيرتو خاصة دربي، دربي يعني الناس اللي تستنى فيه، وخبرة يعني اللاعبين على قد ما تكون خبرة يعني بأزيد ملاعبي خبرة على قد ما يكون فهمتي في صالح الفريق. لكن الطموح نحن نلوجوا عليه، طموح فهمتي مع الخبرة فهمتي هو اللي يخلي الفريق يمشي للمستوى العالي. لكن فهمتي بدون خبرة يعني شبان شكون باش يأطرهم في وسط الملعب، خاصة في الأوقات الصعيبة، نحكي في الأوقات الصعيبة، خاطر فما أوقات اللي تلقى شبان مساكن يعني ما عندهمش ذهنيا يتيحوا في ساعة. لكن تلقى فهمتني الليدور كما تو نلقاه فهمتني وسام يحيى موجود، هو اللي ينجم يعاون ويدز، علاش نقولوا اسمه الليدور؟ هو اللي باش يدز الفريق بتاعه ويدز أصحابه، خاطر في الظروف الصعيبة فهمتني يلزم تلقاه، إذا ما تلقاهش ما عندك ما تعمل به. احتراماتي يعني فهمتني. لكن كما حتى في الترجي الرياضي التونسي شمال يعني انت كي حتى في الحالات الصعيبه اللي تراها في الترجي الرياضي التونسي تلقاه هو اللي نتالي يدز مع معز بن شريفيه اللي قاعدين يدزوا فهمتني في الفريق باش يعاود فهمتني يرجع فهمتني من اول وجديد، وهذا مهم جدا عامل الخبره. عربي الترجي الرياضي التونسي راجع من مونديال، الملاعبيه اخذت وقت ارتاحت كما يلزم، الترجي الرياضي التونسي ايضا جاهز 100% لمباراه الدربي اليوم. سي سور، خاطر توا بعد كاس العالم تعديت شفنا برشا ارهاق على اللاعبين بصراحه، ولو كان استمرت وقت البطوله بتقدر كنا نشوفوا برشا اصابات عند اللاعبين، وضر هذا في مباراه العين يعني وفي المباراه الاخرى. اكيد فتره الراحه توا استغلها معناها كوم الفو الاطار الفني نتاع الترجي الرياضي التونسي، وكان منح يعني عدد لاعبين. عاد تشوف عربي اذا كان انه الترجي اليوم كي خذاك الايامات نتاع راحه خير من انه رجع من كاس العالم مباشره بدا بمباراه دربي. اكيد انا لما نشوف عنده كيما جويني مصاب، كيما اليعقوبي مصاب، كيما سعد بقير مصاب، كيما بتاتر خليل شمام كان كيف معناها الذوادي كان زاد كان عنده برشا ارهاق، معناها بتاتر في نوعا ما صحيح على مستوى يعني الريتم نتاع لي ماتش الملاعبين ديما يكونوا خير، اما دو تونز اون تون تبدا فما برشا اصابات وبرشا ارهاق. ونعرفوا في شهر ولا ليسبيرونس لعبت بتاتر يمكن 12 ماتش لعبت في شهر وكان نجح فيهم يعني الاطار الفني. فتره الراحه كانت مهمه جدا بصراحه، ماهيش كبيره برشا صحيح، ما جات في ظرف ممتاز جدا قبل الديربي لاسترجاع النفس. توا كما قلت لك التحضيرات كانت معنا ممتازه جدا، معنا عاودوا عملوا بريباراسيون صغيره معناها للدربي هذايا للسيكل الطويل. هو كانت انتهت مباراه ضد رادس معناها كان 5-2، عوده الخنيسي كيف سجل 3 اهداف، فما فورمه كبيره للرجابي اللي بصراحه قاعد يقدم في ممتاز جدا اللي اعطاهم هو الفرصه معين شعباني، وان شاء الله يستغل الفرصه هذيا في المباريات القادمه. كيف دخول مزياني معناها اول دربي ليه بوتيتر الملاعب هذايا اعطاه في الماتش اللي قدمه ضد رادس معناها عنده امكانيات كبيره، سجل هدف كيف الدربي هذا نتاع اول مباراه معين شعبان كيف كدربي ان شاء الله معناها يكونوا في مستوى اللاعبين، وان شاء الله الدربي يتعدى ممتاز جدا. عامل خبره زاد كيف عنده قيمه مزيان معين شعباني باش يلعبوا من اول مباراه عربي ما تصورش، على خاطر في المباراه ضد الاخيره في المباراه الميكال كان فما غياب تاع يوسف البليلي معناها كان هو خذ بلاصته يعني ماما لعب صغير عنده امكانيات كبيره ظاهر معناها من التوش دو بال تاعو من الكوندي دو بال تاعو عنده امكانيات كبيره برشا. كيف كما حكى حمدي عامل خبره تاع اللاعبين في الدربيه هذايا معناها فما لاعبين بوتيتر فافوري على كلوب افريكان اكثر، فما دي جون في كلوب افريكان باش يلعبوا اول مره الدربي عكس اسبيرونس، فما معز فما شمام فما دربالي فما ذوادي فما كوم كوليبالي فما الخنيسي، ما عامل خبره انا يميل اكثر للترجي التونسي في المباراه هذه. صحيح التحضيرات كانت باهيه كانت ممتازه، فتره الراحه كانت ممتازه جدا، كلوب افريكان في فتره معنا برشا ما شفناهوش فيها في ان شاء الله يتعدى الدربي معناها يليق بالرياضه والكره التونسيه وكما يعني يستنوا فيه يعني الشعب التونسي، وان شاء الله نلقاو ملعب يحتضن الدربي اللي للاسف الشديد الى حد الان الدربي كما قلنا
دون ملعب. كنا في دربيات قبل نحكي ونقولوا ماذا بينا نشاهدوا جماهير من زوز فرق يرجعوا يتفرجوا ويرجع الدربي ب 60,000 متفرج. اليوم ان شاء الله نلقاو ملعب يحتضن الدربي. صراحه واقع مرير للمنشآت الرياضيه في تونس. نفسروا شويه الوضعيه. نعرفوا كل ملعب كل فريق وقت اللي سحب الروزنام في اول موسم يعطي ملعب وزوز ملاعب اللي يمكن تحتضن المباريات نتاعو. الترجي التونسي اللي هو المضيف في مباراه الدربي الاسبوع هذا طلب انه يلعب مبارياته في ملعب رادس، وكاختيار ثاني الملعب المندى مع عبراد سوق. قاعدين تشاهدوا في الحارة الكارثية العشب اللي قاعدة تتم الزراعة متاعه والصيانة متاعه. ذوما الصور اليوم معناتها ظهر استحالة أنه يستعيح تظن مباراة، وحتى المسؤولين على ملعب رادس قال لك مستحيل ما نقبلوش أنه تصير فيه مباراة. اليوم الترجي الرياضي التونسي يلقى روحه مجبر باش يستقبل الدربي في ملعب المنزه. ملعب المنزه نعرفوا الناس الكل طاقة استيعابه فقط 5,000، في حين اليوم مشتركي الترجي الرياضي التونسي واللي حق لهم الدخول أكثر من العدد هذا. شكون باش تدخل جماهير؟ شكون باش تخلي الجامعة التونسية ثبتت موعد الدربي؟ معناتها لا إمكانية لإجراء مباراة الدربي. معناتها صراحة واقع صعيب برشا والاختيار صعيب برشا وواقع مرير صادق. أول حاجة بصراحة اليوم نلقاو أهم مباراة يمكن ومن أهم المباريات معناتها في بطولتنا. مباراة سناها الناس الكل مباراة ديربي ما نعرفوش فين باش تتلعب واللي باش نفردوا به الليلة في ديما سبور. الأولويات المطروحة فين يمكن يصير وفين يمكن يتلعب الديربي، وهذا من مصادر خاصة جدا ومصادر موثوقة، يعني مصادر موثوقة 100% الديربي يا يتلعب في المنزه، إمكانية يتلعب في سوسة في المستير وفي صفاقس. معناتها إمكانية أنه نمشي ونلعبوا ديربي في سوسة في المستير ولا في صفاقس إذا كانت نحات الحل نتاع ملعب المنزه. الترجي الرياضي التونسي مطالب من هنا لنهار الجمعة يقول فين الملعب اللي يحب يلعب فيه المباراة. إذا كان قبل 48 ساعة من المباراة الترجي التونسي ما يعطيش الملعب، فإنه وقتها الرابطة هي اللي تعين الملعب اللي تصير فيه المباراة، والقرار نتاعها ملزم للترجي والإفريقي. وقتها الرابطة باش تختار ما بين المنزه، سوسة، المستير وإلا صفاقس. وراه ديجا باش نعلقوا تعليق معناها كيما الروبريك اللي تحب أنت نتاع صورة وتعليق على الشيء اللي كنا نتفرجوا عليه. فضيحة معناها فضيحة اليوم اللي ديربي في تونس ما يلقاش ملعب لائق فيه اقل حاجه اقله هنا ال 14,000 متفرج منخرط اللي موجودين على الترجي هذه التونسي. معناها فضيحه كرويه اللي اليوم نوصلوا فماش بلانينج، فماش رزنامه في الصيانه تاع ملعب رادس. ظهر لي ملعب رادس اخر ماتش لعبه كان في اواخر شهر ماي، ومن بعد قعد 3 شهور براتيكمون ولا شهر ونص. هذاك السؤال اللي ديما نطرحوا فيه، علاش ما صارتش؟ علاش ما نقوموش بالصيانه وقت اللي ما عندناش كره تتلعب؟ هذا هو دوك. ومن بعد زاد ما نساوش اليوم معناها مازلنا ما نفهموش في 2019 يا رسول الله في تونس كما كانوا يحكيوا الاخوان المره اللي فاتت في ابو ظبي في 50 سخانه في روسيا في موان 30 وتلقاه في 3 أيام يتبدل غازون كامل. احنا اليوم النبته اللي تنبت في الشتاء والنبته اللي تنبت في الصيف معناها فضيحه. معناها فريمون نقعد باهت كيفاش اليوم ما نجموش في تونس نحضروا استاد في جمعه من زمان. يا ولدي يشري لي بلاك، يا ولدي تصرف، يا ولدي راهو عالم كامل يستنى، راهو حقوق بث، راهو عالم عربي يستنى، راهو ناس شاريه، ناس حب تفرج، راهو ديزاجون جوار، راهو بطولات اخرى، راهو وجهنا، راهو فيترين. يا صادق تونس العاصمه ما فيهاش ملعب اليوم يهز 5,000 يلعب كوره، فما استاد يلعب كوره يهز كان 5,000 ما فيش جرادان، وفما استاد ما يلعبش كوره وطول لعبوهم في الجرادان غادي يهز 60,000 ينجموا يلعبوا. نحيو جرادان راس المنزه. نحيو جرادان راس حطوه في المنزه تيلعبوا. هذه حاجه. حاجه اخرى اليوم الترجي هذا التونسي وسميه في لابو نتاع الفريق اللي يقبل. قال لك اني اليوم مطالب باش نوفر معناها ملعب. اني عندي 14,000 منخرط وين باش نحطهم ال 14,000 منخرط وشكون باش ندخل وشكون باش نخلي؟ وعندي فيراج وعندي تريبون وعندي عباد تحب تدخل تفرج وهذا عرس كره ويستر. النادي الافريقي من جهته ما عنده حتى مشكل، وين تحب نلعب ونلعب ما فما حتى مشكل، اني حاضر على روحي. دونك اليوم لو ديليم المشكله وين؟ سكو بوتيتر لا قدر الله نوصلوا كيما صار مع المتلوي اللي قاتل 48 ساعه وما لقاش تيرا، ولي قفصه قال لي وتوزر قال لي وفلان قال لي، ومن بعد في الاخر تعين الماتش في رادس. اليوم شنو الحل؟ درجة تونسي من شيرتو شي يقول لك؟ يقول لك كاني التاريخ نتاع سوبر كوب التونسيه ما كانش لازم باش يتلعب في البريود هذه، وهو تيتر اونوريفيك
ويقول لك كنت النجم نلعبوا طونك السيزون موجوده لي دو تروفي موجودين حامل اللقب شامبيونا ليسبيرونس وحامل اللقب اللي هو الكوب ينجموا يلعبوا سوبر كوب حتى لو 15 افريل ما فماش مشكل. الجامعه من شيره اخرى تقول لك لا راهو ضغط الروزنامه ستيرا دونك اليوم شنو الحل؟ ما فماش حل. ترجي يقول لك استحاله باش نلعب والجامعه تثبت وبعد باش تدخل فيها فرق اخرى زاد مصالحها تتشابك باش تولي مشكله كل جمعه محمد علي باش تولي مشكله كل جمعه ونرجعوا للكلام نتاع كل اسبوع المشكله توا هنا لا هي فيراجات ولا هي جمعيات في بعضها ولا هي تعيينات ولا هي حكام ولا هي حتى شيء ولا هي جامعه ولا هي جامعه المشكله في الاخر رجعنا للمستطيل الاخضر مشكلتنا غازون ما عندناش ستاد لائق دون ان ديامتر معناه دون ان بيريمتر سامحني نتاع 60 كيلومتر باش ينجم تقول لي دربي باش تلعب في مسير تاع حديث هذا ولا دربي باش تلعب في سوسه في سوسه ما يجيش نحكوا على عباد ولينا معناها تو هذوما امور فهمتي ما يقبلهاش حتى المهبول ما يقبلهاش شو دربي تلعب في سوسه لازمك قد البوليسيه قد الجمهور معناه ولا تقول لي باش نلعبوا في صفاق كيف كيف دربي يتلعب في راس ماهيش لغه جهويات مش لغه جهويات ولا حاجه لكن هذا منطق هذا هو منطق ومنطق هذا منطق احنا ما نحبوش نحرف هذا الموجود راه ثم حاجتين مهمين ثم حاجتين مهمين ثم الجامعه تلتزم بالموعد نتاع الدربي اللي ما ثمش نقاش باش نبدلوا هذه الحاجه الاولى واضح اي واكدت وخرجت بيان في هذا الجامعه الحاجه الثانيه في تقديري الشخصي انه الماتش ماهوش مصيري هذه حاجه ثانيه لازمني ناكد انه الماتش ماهوش مصيري للبطوله ولا حاجه حاجه ثالثه ومهمه كجينا حاضرين اليوم رانا قبلنا باش ننظموا الكان نتاع افريقيا اليوم كجينا حاضرين رانا الكان احنا وحلم في ماتش حاجه من الحاجات اللي تفوت عليك حاجات تفوت عليك ما يجيوش كل يوم كان جينا اليوم حاضرين وعندنا بنيه تحتيه وعندنا ميادين كنا النجم اليوم ندزوا ونضربوا الدوسي نتاعنا وندوزوا وعندنا الناس اللي تنجم تعاوننا ونقبلوا الكان هذيا حاجه مهمه يا اخي انا خايف كما ما تجي علينا عوام ما نلقاوش في نلعبوا بطوله ثم منطق عربي وتو باش نجي اي ناخذ عربي جابر ونجي معاك عربي الاستاذ عربي جابر حبيبي يا اخي نقولوا احنا تو احنا في 2019 وما عندناش مباراه تحت ظن يعني درب العاصمه وبصراحه فضيحه بالحق فضيحه راه تقول راهو رادس معناها من الكوب دي موند من ماي اش قاعدين يعملوا تو؟ شيء علاه ما صلحوش؟ جاو في جامعه الدربي وحبوا يصلحوه الوغ جمعتين التالي نفس الفرقات الافريقيه للنادي الافريقي وبعد ترجي نفس الملعب باش يلقى روحه نفس الملعب ونفس الكازون لعب فيه كلوب افريكان ماتش كوب دافريك ضد الهلال السودان نفس السوء بالضبط شبالو على الاخر فما حتى كلام شبالو انيس خايب رجوا ورا تسبيرونس اليوم على ما وقفوش وقتها الملعب رجوا ورا تسبيرونس اليوم هو عاودوا حلوه انا انيس نعرف انا جوست باش نتفاعل معك في حاجه رجوا ورا تسبيرونس بيدو تقترح عليهم ملعب راسي يقول لك لا الحفاظ حتى على الصحة معك كله مش لكن لا هو سؤال مهم ما ذنب جماهير الترجي التونسي اليوم عندنا 15000 ابوني ابار اللي يحب يقصوا تسكر اليوم راه شوف راه اليوم في الشارع اللي طرد يقول لك ماشي اللي عنده ابوني يقول لك ماشي يقول لك انا 5000 يقول لك انا قاص خويا ابوني اخر حاب ندخل الدربي واليوم وين المشكل الاكبر هو انه كي يدخلوا استاد 5000 سبيكتاتور يعني في الجماهير الترجي التونسي باش يقعدوا 10000 في البرة الاصطدام اللي باش يصير بين الامن والجماهير ليه وعلى المشكل وين؟ ليه وشكون نحكيو على استفزاز شكون هم ال 5000 اللي باش يدخلوا من 13000 هذوما شكون باش تبدل فيهم؟ اكزاكتومون يا اخي انت باش تعمل ليستا فيهم وتسميهم اليوم ماكش تعمل ليستا وتسميهم الانسب باش يزبوني فيه نتكلم على خير باش نقول حاجه على خاطر انا حبيت سؤال وبعد نعطيك التفاعل نتاعك اليوم نشوفوا كما قال صادق في الامارات في قطر في دول الخليج نشوفوا 50 سخانه ما عادش في دول الخليج يا سيدي في افريقيا في افريقيا اليوم تشوف رواندا اثيوبيا الغابون لعبنا فيها بطوله افريقيا غينيا لعبنا فيها بطوله افريقيا سوازيلاندا ملاعب معناتها من احسن ما فما تجي الملاعب شمال افريقيا هاو الجزائر بحذنا هاو المغرب مصر مصر شوف الغازون حاضر تمشي الروسي اللي ثلج فيها ستة شهور ولا سبعة شهور فيها ثلج وتلقى ناس الغازون لاباس عليه في الاوروب والغازون ناس تلعب عليه كان احنا لهنا رغم اللي يقولوا طقس معتدل عندنا غازون يرقد في الشتاء وغازون يرقد في الربيع وغازون يرقد في الصيف الوقت ايش الواقع هذه باش نقعد نعشوا فيه شوف لازمنا نكونوا صرحاء مع انفسنا نحن اليوم في ظرف استثنائي تعيشوا البلاد مش كان الغازون معناش معناش غازون معناش حليب معناش عظم معناش ماء يعني البلاد الكل تقريبا فقيره على كل المستويات نرضاو بالواقع هذا لا مش نرضاو بالواقع اليوم 2019 بديت لنا به لا لا مش 2019 انا ماش انا بديت به هذا واقع قاعدين نعيشوا فيه اليوم تحكي على الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي اهم مباراه في الموسم تحب ولا تكره
في مباراة من غير رقب هي في حد بالنسبة ذاتها بالنسبة لزوز في رقب فرق الاخرين طبعا عندهم مباريات مهمة نعرفوا يمكن تنجم تكون في مباريات اصعب فيه لونجو اكثر بين النجم والترجي لكن نحكي على الاهتمام الاعلامي نحكي على التعاطي الجماهيري الترجي التونسي والنادي الافريقي هي اهم مباراة في الموسم والرابطة اليوم تعتبر فشلت في تثبيت اهم مباراه بالنسبه لها لانه نحن اليوم كاعلاميين مثلا ننتظر نشكل الديربي فشلت لانه الرابطه يلزم تحط في اعتبارها لانه الرابطه مكتب الرابطه يجتمع كل نهار ثلاث يحسب عدد الدبابز ويخطي هذا هو دور الرابطه على امتداد سنوات وسنوات مكتب الرابطه كان عليه منذ فتره يحط في الاعتبارات نتاعو انه الترجي الذي التونسي اليوم من حقه يستضيف النادي الافريقي بكامل جماهيره اليوم بالمعطيات الموجوده الترجي الذي التونسي مظلوم يعني الترجي التونسي من حقه باش يواجه النادي الافريقي كامل اسلحته الرابطه في اول عام يا اخي تعرف اللي الجازول اللي في رادس باش يرقد شوف اذا سامحني محمد علي اذا ملعب رادس يتحل ويتسكر وجمعه يصبوا فيه برودوي ومن بعد يعاودوا يزرعوا بعد جمعتين ومن بعد يحلوا استثنائيا باش تلعب الترجي قبل ثلاث جمعات ومن بعد يسكروه ومن بعد يعاودوا يحلوا النادي الافريقي عنده مباراه مصيريه ضد الجيش الرواندي والهلال السوداني لهنا السياسه نتاع وهو جايته مشكله اخرى مشكله النادي الافريقي بعد عنده مباراه والمشكله الكبيره النادي الافريقي بعد عنده مباراه ضد شباب قسنطينه والملاعب الاخرين هذا الافريقي بعد باش يقول لك زاده فباش يقول لك النادي الافريقي زاده نحب نبدا كاس رابطه الابطال والمجموعات قدام جمهور محمد فما امكانيه زاده حديث على صفاقس ماهوش لا فما حاجه ماهوش شان داخلي ماهوش شان داخلي لان من بعد اللعبه باش تولي فيها اتحاد افريقي فما ملاعب ماهيش مولوجيه المنزه ورادس وزويتن ماهمش مولوجيه في تونس اهلهم في افريقيا انا حبيت نقولوا اللي السياسه نتاع الترقيه هذه نورمالمون تتحاسب عليها الناس الكل يعني اليوم انت مثلا في فتره نتاع توقف النشاط نتاع البطوله في الصيف كان الناس اللي لها باداره الحي الاولمبي راهي قرات في حساباتها باش تاهل العشب كما احسن ما يكون بقوسين سامحني عربي القاطع اتصلنا بالوزاره حبينا يتدخلوا معنا قال لك لا يا خويا موضوع شيك ما ندخلوش مدير عام الحي الرياضي زاد قال لك موضوع شيء الترجي تعرف مشكله محمد علي الرابطه الناس الكل يقول لك يا خويا ما نحبش ندخل لانه الناس الكل تحب تفلت من المحاسبه لانه نحن اليوم عندنا 10 سنين واحلين في منزل في عرصه في ملعب المنزل لانه اليوم ما فماش اراده نتاع اسلحه حقيقيه لانه اليوم فما حد يحاسب حتى واحد نحن اليوم عدينا فيتير عنده تقريبا 3 شهور وقال جاء امني يقال لك حد ما باش يلعب في ملعب قبسه حب من حب وكره من كره وتحدى الدولة وتحدى السلطة وتحدى الوالي وملعب حد في ملعب قبصة وقاعدة المتلاوي تدور من تيران تيران اليوم عندنا مشكلة كبيرة اليوم النادي البنزرتي قال لك يستحيل يتأجل الديربي لأنه يعني من وجه الترجي لما يكون الترجي وجه مبارياته والترجي الذي تونسي منافس على البطولة مع النجم ونادي الصفاقسي تحب تهز الترجي بجماهيره للصفاقس والسوسة يعني هذية كأنه قاعدين نضحكوا على الناس يعني اليوم أنت في سوسة ونفهموا الناس الكل انا كنفهم الكوره ونعرف الكوره وانا نقبل باش تكون فما ريفاليتي بين جمهور الترجي وبين جمهور الكلوب وبين جمهور الكلوب وجمهور الاطوال جمهور الاطوال ما قبلش لافته اشهاريه على الترجي زهيته البلاد باش يقبل الترجي بكله بملاعبيته وبجمهوره باش يواجه النادي الافريقي في خلينا نكونوا واقعيين شويه مع يعني اليوم ما بتحلش حل بمشكله كبيره تتذكر ما تتذكر مره وقت النادي الافريقي عطاه ملعب رادس للنجم السياحي تتذكر وقتها شنو صار عليها اذا صارت مشكله كبيره لانه وقتها كانت علاقه طيبه بين سليم الريح وهيئه النجم جمهور النادي الافريقي ما علاقته كانت من الازل علاقه طيبه بجمهور النجم الرياضي السياحي ما قبلهاش لانه حس بمستفزاز مباراه المرسى لانهم يعتبروا اللي اليوم حتى محمد علي فما نقطه مهمه وقت اللي انت حرمت ديربي رادس من مواجهه في الجماهير بين جمهور الجمهور الترجي بالدخله الجماهير دارت على بعضها اليوم لانه ما فماش طرف مقابل نتحاور معاه في الميدان ولينا درنا على بعضنا ولينا نتعاركوا على غدايا يعني الديربي اليوم كلمه وانهي اليوم علاش احنا قاعدين نحكيوا على ديربي ماهوش كيما الديربي نتاع السنوات اللي فاتت علاش؟ لانه الجمهور فقدناه الملعب فقدناه مع الملاعبين اللي ولاو متوسطين على كيما الملاعبين تاع ايام زمان اليوم ولينا نحكيو على مباراه عاديه بالنسبه لها مكتب الرابطه تدخل لك عندي انا مباراه الترجي والنادي التونسي هي مباراه عاديه يلزمها تصير في الاجيال لا هي مش مصيريه لك الترجي انت عندك الحل باش تعطينا الحل ليك عربي جابر باش نجيو لهنيس هو عنده الحل خلي الحل يخرج من هنا لي لا عربي لكن دليل الرابطه تقول معنا المباراه تلعب معنا لازم تتلعب في النهار الاحد ولازمك تدبر راسك وتلقى تيران يا اخي انا مشكلتي كجمعيه باش لو اشتراه مش مشكلتي لا حتى مش مشكلتي انا كجمعيه باش لو اشتراه لا لما انت تقول لي ملعب منزه مهلوك وتعطيني 5 ميل كيفاش
يا تين يا عبيه بس استاذ المنزه يا خليه مسكر هو مهلوب ملعب ملعب يحط في سان ميس بتاتور كيفاش الليل وين يرفض ملعب منزه يقول لك انا متحمس ملعب حاطينه في الليسه حاطينه في الليسه حاطينه في الليسه مع ملعب سوسه مع ملعب وملعب منستير شوف محمد علي خلينا نكون واضحين باه الحل لا يعطينا الحل وتونجي معك باش يعطينا الحل تحكيوا على اللابتوب تحكيوا على التيران انت تخرج من داركم تلقى كيس لاباس عليه تخرج تعملوا فيه حفره يخليه شر ويقعد الكيس هكاك اليوم انا نقول لك ثمه سمسير في التيران في البنيه التحتيه وانا مسؤول على الكلام تاعي لكن الحل اليوم شنو هي الحل جماهير ترجي تضحي وجماهير النادي الفريقي يضحي اليوم نحكيوا على جماهير المشتركين والزابوني يقبلوا اليوم انهم يمشيوا شكون باش يمشيوا نكمل الفكره نتاعي لجنه الاداره نتاع الترجي التونسي تحاول تنسق الموضوع هذا مع الجماهير نتاعها لي زابوني يشوفوا شكون باش يدخل لكن الحاجه المهمه انك في الرتور يلزم يصير يسار للتراجي بلي زابوني كسوال ال 5000 ولا 7000 يصير نفسه مع النادي الافريقي مهما تكون حاله الميدان مش تظلم التراجي الافريقي هكا راك سامحني مش تظلم التراجي الافريقي يا اخي جامايكي النادي الافريقي في حاجه لكل دينار باش يدخل كاساتها تجي تحكم عليه انت باش تباع انت التراجي اليوم مش لا انا خممت على التراجي التراجي الذي توصي في الحاله هذه مظلوم اي انت مظلوم التراجي الحمد لله رئيس التراجي ودار التراجي اليوم سما والمسكين اللي يعلم به ربي كيفاش يقص لابون مون تاعو وبعد تشيف في الدربي تقول له واهم مباراة جافي ستا جافي نادي الفريقي يتقابل مع نجم الريد الساحلي نادي البزرتي رافض دي جانفي الفريقي مع قسنطينة نادي البزرتي رافض 18 جانفي نادي البزرتي رافض نادي الصفاقسي رافض ونجم الساحلي رافض سامحني المباراة لازم تتلعب كوت كوت في المستير ما نجمش يكون نعرفوا احباء النجم الريد الساحلي في سوسه يستحيل زويت الموش امولوجي لهنا المنزه يلزموا يامنوا على خاطر اليوم اجي نقول لك حاجه اليوم الترجي يلزموا يضحي وجماهير يلزموا يضحيوا وانا ناكدك المعامله باش تكون بالمثل وهذا يلزموا يصير واداره الترجي مش معقول يعني ما نقول راي حمدي يا عربي لحظه يا حمدي والله انا حاب نوجه سؤال يعني للمسؤولين نتاع الصيانه نتاع الملعب يعني ما يعرفوش اللي الملعب في بدايه التدهور نتاعو سؤال يعني هنا نقطة استفهام يعني ما نجموش يعطيو تقرير للوزارة ولا للرؤساء المباشرين نتاعهم هما الحي الأولمبي يقولوا لهم راهو الملعب هذايا راهو بعد جمعتين بعد شهر راهو ما عادش يكون صالح للعب وخاصة تعرف اللي أنت عندك نوادي تلعب فهمتني في بطولة التزامات إفريقية التزامات إفريقية يعني أنت تخلي أنت نادي من بلادنا يستقبل فريق اخر في ملعب بالطريقه هذيا شنو هي الصوره نتاع البلاد اللي تعطيتها للخارج سامحني يعني انا هي كره تحكي عليها انت تو بالنسبه فهمتي قدام يعني كما قال سيدي مبارياتنا تتعدى تو في الامارات وفي في وفي الصين وفي بلايص اخرين يعني راهو شيء حسن يعني انا سؤالي نوجهه المسؤولين نتاع الصيانه انت هم مسؤولين صيانه راهم هما لي تكنيسيان اللي يفهموا ويعرفوا مش سؤال ازلي هذا يا حمدي على سنوات نوجهوا فيه كل سؤال ازلي تو ما لقيناش حتى حل الملاعب الوحيده في العالم اللي تتصنع في قلب البطوله نسكن اختار راسي وضع هذايا ما يخليناش نحن نقعد ونحكيو فيه الموضوع هذا اصلا ما يحبوش يحكيو فيه حمدي ما يحبوش يحكيو فيه الترجي الرياضي التونسي تقول لنا نلعب برا يا نلعب هنا في باش يلعبوا في عنابه صحيح على يعني راهي هي مسؤوليه راهي صغيره هما اللي بتي ديتاي راهو حتى في الكوره يقول لك اللي بدي ديتاي اهم من الجروند ديتاي راهو تجي انت كمسؤول انت في الصيانه سامحني انت وين وشنو هو دورك باش تجي وترجع انا مع احتراماتي ليهم راهو انا ما نحبش نخلي يعني تونس ولا النوادي نتاعنا ولا بلادنا بالطريقه هذه يعني تو الاهلي يلعب في ضد ترجي الرياضي في النهائي البطوله الافريقيه يعني الاهلي سامحني الاهلي يعني على شنو ترضى الملاعب اللي فاتت حاضر معنا يعني عصام يعني عبد الفتاح قالك في شرق مصر بركة عندنا 6 ملاعب تنظم بطولة افريقيا في شرق وفي شمال القاهرة شمال القاهرة وهل يعقل احنا في تونس يعني في تونس العاصمة مثلا مانيش في تونس العاصمة فما ملعب واحد اللي هو فهمتني رادس هو الحاجه هي انه وزير النقل تي ورئيس الجامعه محمود قداش نقعدوا بالطريقه هذه يلزم على الاقل فما زوز ثلاثه ملاعب اذا صار لك فتلفي في ملعب عندك الخيار وكان جاي بنزرت لاباس عليه راهو نجم يصير في بنزرت 45 كيلومتر 45 كيلومتر مش 150 فوالا راهو هو لا بنزرت لاباس
ولا حمام لمس وحمل لمس وكان جاي حمام لمس في ملعب في قيمه حمام لمس والمرسى التونسي عندها راهو هذا تركيا زاد باش تلعب في ملعب صغير زاد حمام نلف ولا مرسى ولا بنزرت راهو شوف راهو الناس كل تحسب اليوم راهو كيف حتى الترجي التونسي زاد اليوم راهو من حقه باش يقول لك انا حنلعب ضد جماهيري وما نتحملش انا مسؤوليه راهو الصيانه تاع الملعب وما نتحملش مسؤوليه اللي لاهين بالصيانه معناها سيف كامل مصيفين بعد معناها لاهين في البحر وما نتحملش مسؤوليه معناها انا لعبت فينال يقول لك رادز خليته لبس عليه وين الصيانه بعد مباراه وعليه نوصل للحاله هذه بالضبط وعليه في الجمعه هذه بالضبط عليه في الجمعه هذه بالضبط ملعب رادز يتسكر عليه في الجمعه هذه بالضبط زيد انا يا اخي سامحني هما ثلاثه ملاعب بربي عارف كيف شهرين هما ثلاثه ملاعب عندنا في العاصمه ثلاثه ملاعب في العاصمه عندنا المنزه عنده شهرين عندنا رادس وعندنا زويتن لو كان صلحوا واحد فيهم زويتن صلحوا واحد فيهم بركه يتحل المشكل هذا الكل اما لا اما احنا ما ياخذ حتى حد معناها ويفسر احتراما للراي العام للجماهير اللي في البلاد هذيا كان الرياضه تفرح على الاقل يخرج واحد يوضح لهم وما ما تخليش انت جماهير الترجي مع الاداره لازم هي توضح لا وما يخرج واحد يوضح حتى من الجامعه ولا من الرابطه يقول اه مع الناس تيرانيه يا عارف ما تيرانيه ليك بسمح سمح تحمل الرابطه مش مسؤولين على نمشي معك لبعيد نمشي معك لبعيد الجامعه والرابطه شوف 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 سامحني الجامعه والرابطه اول حاجه ماهوش مسؤولين على صيانه الملاعب ماهوش الدوره نتاعهم وحتى هما المره اللي فاتت حضر معنا قيس رقيز وحكي لنا على المنتخب الوطني التونسي المنتخب اللي حامل العلم تاع البلاد في شنو قاسي باش يتدرب وكيفاش يبدلوا حتى توقيت التدريبات لحظه صادق باش يبدلوا توقيت التمارين نتاعهم باش تكون في توقيت المباريات هنا تقول الترجي عنده حق الترجي التونسي عنده حق جمهور الترجي عنده حق الرابطه والجامعه زاد عندهم حق يقول لك انا عندي رزليمه نتاع بطوله زاد وقتاش باش نكمل البطوله نتاعي وموسم باش نكمل ببطوله افريقيا المنتخب الوطني التونسي لهنا الناس الكل هنا تلقاهم عندهم برنامج بالرابطه مكتب الرابطه توا البطوله واقفه اربع جمعات تقريبا معناها اكواسير ما نتوقف الناس شهر وانت عندك ضغط تاع رزليمه كبير نحكي على مكتب الرابطه عندك مباريات مؤجله نحكي على مكتب الرابطه عندك مباريات مؤجله لكن انت اليوم مكتب الرابطه يلزم يحط في اعتباره محمد علي كل العوامل هذه راهو لازم يحط في مخه اللي ملعب رادس باش يتسكر عربي ممكن نتفاهم انا موقفه لانه ممكن يحكي بنبرة الترجي لكن هو راهو ملعب رادس ما تسكرش في الظرف هذا بالذات تسكر مباشره بعد مش نوليهم محامين على مكتب الرابطه لهنا مكتب الرابطه يقول لك عندي مباريات مؤجله لازم تتلعب من الاول ما يعرفش انا اخويا كي يبدا اتحاد تطاوين يلعب من اجل تفادي النزول ولا من اجل البطوله ما فما المنافسين نتاع اتحاد تطاوين يقول لك زيد لازم يلعب المباريات نتاعو باش نعرف كيما النادي الافريقي اليوم كيما الناس من الملعب انت محمد علي مكتب الرابطه مكتب الرابطه شوف عنده عناوين رئيسيه في الرزنيمه نتاع البطوله نتاعو مكتب الرابطه مكتب الرابطه يجي اليوم يقول لك نوخر انا الدربيه وتقوم غادي كما قلت انت رئيس النادي الفرنسي انه يقول النادي السفاقسي النجم السفاقسي الناس فاهمين باش يجي الاصوات هذه لكن في الاخير راهو فما هياكل هي تنظم اللعبه ماناش في غابه نحن باش يجي سارق يقول ما نلعبش هذاك يقول ما نلعبش ولا ما نلعب الا ما يقول لي فلان مش هكا راهو اللوجيك انت اليوم عندك مصلحه نتاع جمعيه انا نحكي مانيش نحكي بلسان الترجي لكن نحكي بلسان المنطق اليوم الترجي التونسي ينجم يخسر ديربي لانه محروم من جماهيره لانه في ديربي في ديربي مهم جدا ديربي جمهور الترجي جاب اتراح لانه جمهور الافريقي جاب اتراح عربي عربي سامحني في المباراه سامحني فما حاجه مهمه لا سامحني تحرم جمعيه من مليار مداخيل لا الشيء لانه فما حاجه مهمه زاد باش ما ننساوهاش راهو ماهوش اول مره يتطلعها المشكله هذه اليوم يمكن نحكيوا عليه بالحده هذه وبالطريقه هذه لانه مباراه الدربي اما نساو زاد نجم متلوي ما لقاش ملعب وجا لعب لهنا في المنزه ما نساوش النادي البنزرتي زاد يمشي يلعب في منزل عبد الرحمن وبعد ما عادش يلعب في منزل عبد الرحمن وكل اسبوع في ملعب معناها ترقيع اليوم باش ندخلوا حلول ماهيش حلول وقتيه ماهيش حلول وقتيه ترقيع فقط اليوم محمد علي حبيت نقول لك كي تقول لي ناجل انا نمشي في الطرحه نتاع التاجيل راهو لانه انت يمكن فما برشا عباد تحكي ماهيش مقدره حساسيه الظرف بالنسبه للهيئه المديره نتاع الترجي التونسي اليوم راهو فما مداخيل تقارب المليار تحب تحرم منها هيئه مديره اليوم انت عندك مجموعات في الترجي ولا حتى في النادي الافريقي راهو صعب ترويضها لكن اليوم ما تنجمش تجي تقنع مشجعين للترجي التونسي قرابه 14500 منخرط باش تقول لهم اليوم لانه الظرف استثنائي ولانه الرادس ما فيهوش حشيش العبوا في المنزل 5000 ما تفرجوا قرروا في بعضكم يعني اليوم والا تقول
الاولين نلعبوا ويكلو ماتش المباراه الذهاب ويكلو، ومن بعد في الرتور الكلوب الافريكان تستقبل الترجي من غير جماهير. نعملوا بطوله، نعملوا بطوله الذهاب بركة في ملعب محايد وهكا خذ العنوان الرئيسي بالنسبه لوجهه نظري مهما يكون الطرف المخطئ سواء بالنسبه للوزاره او الحي الاولمبي او الاداره او كذا، بالنسبه لي انا هذا فشل ذريع لكره القدم التونسيه. وقت اللي انت مباراه اهم مباراه في الموسم تتسوقها بالصوره هذه، لان المباراه باش تكون منقوله خارجيا، واذا نحن معناه فاشلين باش ننظموا مباراه بين زوز اكبر من اكبر الفرق في تونس ونقدموها في احسن صوره، نهزوهم يلعبوا في قطر كيفاش نلعبوهم السوبر غاديكا، ولا نلعبوا مباراه واحده على قطر على السوبر ومباراه على ثلاث نقاط، لانه الحقيقه الصوره كاريكاتيريه برشا. اليوم معناه الوضع كما قلت انت مرير من اول الحصه الحقيقه. يعني اذا وصلنا اليوم بعد معناها كنا نشوفه في ديربي في التسعينات وفي 95 و 97 40,000 متفرج ونشوفه في احسن صوره وجازون اخضر معناها يشره. اليوم وقت العرب هربوا بينا معناها بلدان الخليج قاعدين يضربوا بينا في المثل، تونس عندها ملعب كيما هكايا. اعطيني اليوم انت ما قلت لازم الناس تتحمل المسؤوليه والحل ولا اليوم. انا ما نعطيكش يلزم الناس لانه السيد يخلص راس الشر، يخلص في بلاد راس الشر، يلزم هو اللي يعطي الناس هذا الحل. نعرفوه الناس يلزمها تتحمل مسؤولياتها. اليوم شكون المسؤول؟ انا بالنسبه شكون اللي لازم يتحمل مسؤوليته اليوم؟ انا المسؤولين بالنسبه لي انا الوزراء اللي مشاو لملعب رادس وتصوروا مع الحشيش وروحوا، الوزراء اللي كل عام قاعدين يتبدلوا ويجوا يتصوروا مع الحشيش مع عرسة المنزه ويروحوا، قداش من وزير مشى لملعب المنزه وعد باش يتحل وقالوا تو في 2020 وتعدت الوعود الملعب الاولمبي بن سوسه وصبوره نتاع الملعب طيب المهيري وما زال المنزه مسكر، المنزه من 65 تصلح مره برا. كل وزير اللي يقعد عام عامين ويتنحى سامحني، والمسؤولين اللي في الوزاره انت تجي اليوم تحكي مع وزيره الرياضه اليوم تقول لك انا قداش عندي ملي يجي شهرين المسؤولين تسلسل الاداره في تونس. انا ملي دخلت الاداره المسؤولين في الوزاره اليوم هم اللي يتحملوا المسؤوليه هذه. دخلت للصحافه نعرف سعاد الزرمديني، انا ماذا بيا سعاد الزرمديني كان يتفرج فينا يتكلم ويتفاعل معنا ويفسر لنا شكون المتسبب في الحاله المزريه اللي وصلت لها الملاعب نتاعنا. شنو باش يقول؟ هو مدير الحي مدير الحي الاولمبي، هو مدير على الحشيش وعلى العباد وعلى الحجر وعلى كل شيء، هو يفسر لنا شكون اللي لاهي بالجازون، علاش تاخرت التهيئه، علاش تاخرت الصيانه في الصيف وقت ما فماش نشاط رياضي والمنتخب يلعب في كاس العالم في روسيا. سعاد الزرمديني والجماعه نتاعهم وين؟ هذا هما هذه الاسئله اللي هما تجاوب عليها. ثم ميساج محمد علي زاد اليوم من 15 ماي لحظه صادق ما تكلمش مع الرابطه، ثم ميساج من الرابطه اليوم يقول لك اني انا بعث لك المستير وسوسه يعرف الهيئه الترجي مش باش تقبل المستير وسوسه وهذا مؤكد. الترجي تقول لك يلزمني الفاكتور نتاعي والحاجه المهمه والنقطه اللي يلعب عليها هيئه الترجي هي الجمهور نتاعها. اليوم راهو كما قال عربي جماهير الترجي جابت مباريات من حقه باش يتمتع بالجمهور نتاعو وبالحضور نتاعو في مباراه ديربي مباراه كبيره يستناو فيها الجماهير التونسيه الكل. لكن محمد علي كي نحكيو على تركه كبيره جات الوزيره، احنا رينا رئيس الجامعه تنقل مع الوزيره ومشاو للمنزة وقالوا انه عام 2020 باش يكون المنزة حاضر. هذه الوعود ولا لا؟ لكن الصيانه نتاع الميادين مش على ميدان بركه راهو نحكيو حمدي نحكيو على ميدان تونس. اليوم تقول لي زريعه تقول لي كذا، انا نعرف مورينيو وقت اللي مشى يريني في ريال دو مدريد هز معاه اللي تلهب العشب نتاعو كومان ترانسفير نتاع ملاعبي الصيانه وفروا كل الظروف باش ديران ديما يكون مزيان. احنا حشومه اليوم، احنا ملعب رادس راهو ما تسكرش باربيك على خاطر الترجي رياضي تونسي ولا عنده سوء النيه، هذيك امكانياتنا. اليوم ثم برشا ترافيك، انا اليوم نوجه سؤال ونتهم بعض السياسات القديمه والوزير يتعداو كل كما قال عربي شنو هي خدمته شنو عطيته للرياضه. اليوم الوزيره تخرج في كل المنابر الكل تقول انا قابله باش نحسن، قابله باش نعطي، قابله 2020 المنزل باش يكون موجود، النادي المنزرتي نحلوا مشاكل. احنا اليوم ما عادش مطالبين بالوعود، مطالبين بالفعل. اليوم تيرانات تونس كل تعاني، جمعيه كل تونس كامله تعاني. اخر حاجه اللي يحب يسوق روحه يجي للرياضه، اللي يحب يسوق روحه يمشي للتيرانات. علاش؟ على خاطر الكره هي اللي تسوق الناس الكل، هي اللي ماجي اللي يمشيوا باش يعملوا كيما نقولوا احنا البوس فيها. اليوم يلزمهم يحطوا ايديهم مع تصبحهم على الدي يخرجونا العيوب نتاع الرياضه نتاعنا، على خاطر جاتنا فرصه اليوم كان جينا حاضرين نظمناها كاس افريقيا. اليوم احنا مخيم برشا واحنا روتار برشا، احنا احنا اليوجع واليؤلم انيس كتوانسه راهو ما فكرناش حتى مجرد التفكير، ما حلمناش حتى مجرد حتى بينك وبين روحك ما تخممش انك قادر اليوم تنظم بطولة افريقيا. هكا والله سيوجع القلب، احنا مش حابين نتحسنوا، احنا المنتخب نتكلموا سيوجع القلب اليوم ما تخممش. معناتها وانت عندك فرصه اليوم ما تنظمتش بطولة افريقيا في الكاميرون، ما تخممش كتونس كاس عالم كاس افريقيا ما تخممش مجرد التفكير
انك تحتضنها شنو عربي؟ قلت لك المغرب قال بالنسبه لنا احنا كاس افريقيا صفحه وتوينيه طموحنا اكبر بالضبط خموا في كاس العالم دليل انت عندك مروك نظمت مرتين كاس العالم علاش؟ بنية تحتيه كاس افريقيا لما مره صبت شتاء في تيران مروك ووقف الماتش ايش صار من غدوه؟ ملك المغرب نحى وزير الرياضه من غدوه نحى وزير الرياضه لكن هذايا ليه في تونس ليه؟ احنا في تونس الملعب يتسكر احنا في تونس الملعب يتسكر صحيح يحطوا دو كوتي يا من عاش بعد 10 سنين زويت نعرفهم لين صغير بتتر هو مسكر لتو المنزل لعب فيه اخر ماتش اون 2008 بتتر هكا لتو مسكر المنزل يا اخي رادس كيف زاد تو نتفكروا عام الجاي ولا خاطر رادس مزيان وخاسرين عليه وفي العاصمه لا هذا كان زين نصلحوه في سافيسا اما كان جاي ملعب في بنزرت ولا كان جاي ملعب تطاوين ولا كان جاي ملعب في بن قردان لا يقعد غادي كما يسالش يا من عاش تصير في حفره ويتحفر واستنى لين تصب البلديه وتصب الفلوس وتصير كل الحاجات هذيك باش تعطي دوفر وشكون يتضر من بعد يتضر الفريق تضر المداخيل تاع الجمعيه تضر الجماهير عربي بصفه خاصه اكزاكتومون مالا بعد حمدي ما عادش نطالبوا مالا من الترجي الرياضي التونسي باش تمشي كاس العالم الكلاسه الثانيه وقت اللي احنا ما عندناش ملعب نحضنوا فيه الدربي شفنا وزيره الرياضه مش معقول الملعب المنزه ما نعرفوش خرجت قالت لنا وقت 2020 محمد علي وقتاش تحضر معاك 2020 محمد علي دليل هل يحضر دليل وهل من المعقول هذا اليوم بصراحه خلي نضخموا شويه الامور هل من المعقول اليوم بطل افريقيا مازال كان في كاس العالم يلوج على ملعب ويمشي يلعب فيه الدربي باش ينجم يحط فيه 15000 سبكتاتور وقت اللي هو من حقه باش يدخل الدوله هذه من حقها في الدربي باش تلعب فيه 60000 ويرجع كما قال عربي مداخيل الترجي التونسي وقت اللي لا فما مداخيل منين تدخل لا من الرابطه لا من الجامعه لا من حتى حد وقت اللي كل رئيس جمعيه كسر في راسه ويدبر في راسه وحده وتجي انت من بعد نكمل مع حمدي ونختم اذا ما فماش ردع في المواقف هذيا خاصه في المسؤولين ومحاسبتهم يعني محاسبه فهمتني يعني دقيق وجديه راه باش نقعدوا نفس مع بوك نفس الحكايه ونعاودوا نتلموا من اول وجديد مره اخرى العام الجاي العام اللي بعده الله اعلم نفس الحكايه اذا من توا انت ما توقفش الموضوع حاليا وتشوف المسؤولين اللي هما فهمتني همشوا هالوضعيه هذه نتاع الملاعب وراه مش ملعب برات سبركه راه ملاعب تونس كامله راه معظمها راه مانيش باش نعمم لكن فما معظمها السوسه مسير شويه الباقي الكل حتى هاكم لعبت عربي انت ولعبت انيس وانا لعبت فيه شفنا الكوارث اللي في الملاعب وقتاش قداش نقعدوا اذا نحبوا نطوروا نحن الكره التونسيه نتاعنا راك انت لازمك توفر ملعب يكون مؤهل وصالح للملاعب باش يعطيك هو فهمتني الروندمون اللي حاجتنا به. وتذا كي تيح صدر المنزل تو لا لا يتيح هو هذا باش يعطيك باش يعطيك الروندمون وباش تحسن به الملاعبيه وتتحسن به الكره التونسيه خاصه انت تعرف انت كي تسنتر كوره في حاله رديئه نتاع ملعب اعطيني انت كيفاش تحب توصلها انت لزميلك والا كيفاش انت المدرب. كوش لسنتر ها صحيح والا كيفاش سنترش يطلع برا انا مدرب قال لي مشيت للجازون ثبت قداش من حفره ونحكي مع الجوار محمد علي راهو يا محمد علي مع احتراماتي ساعات مدربين كل وزير اصابات هذيك ما نحكيوش عليها اما ساعات مدرب يحكم عليك لي زونتورس بليسير مسكولير ساعات مدرب يحكم عليك يقول لك العب كره طويله علاش نلعب في كره طويله على خاطرني التيران خايب اتونك انت عندك انت ايكيب تكنيك نجم تكور لك ترسي لك انت توبليجي باش انت تلعب كره طويله علاش؟ خش عليك في المطر هذا كله علاش؟ على خاطر الصيانه نرجع ونعاود من الاول وجديد نقول انا الصيانه راهو فيها راهو الناس دي كونيسور هما يفهموا وفن كما قال سي صادق راهو يلزمك انت تعطي التقارير نتاعك الملعب هذايا من بعد جمعه جمعتين ثلاثه جمعات يا هل ترى باش تصير التدهور نتاعو لا باش يتلف ولا لا ما تخليهش هكاك حتى لين انا نجيني الصدمه تقول لي راهو تو حاليا الملعب ما يلعبش شنو نعمل انا وقتها؟ شنو نقعد انا نستنى في الحلول ويجي نلموا بعضنا ويجي نشوفوا حل ونقعدوا في المشاكل هذايا والترجي الرياضي فهمتي يخسر هو مش جماهيره والفلوس اللي العائدات نتاع الجماهير وقعد راجع فهمتي يشوف الفريق الاخر باش يقبل ولا مش يقبل وحطوا فهمتي في بعيد 200 كيلومتر ويلعب 5000 وعاود ارجع علاش نقعد في المشكلة هذايا؟ ولو انه غيرنا في نهارين يبدل الجازون تاع ملعب غيرنا في نهارين يتبدل الجازون كل كلوتوري باش نعطيو شويه حق زاد الحي الاولمبي باش كل واحد ياخذ حقه بين قوسين راه مازلنا لتوا نتصلوا بهم الحي الاولمبي ووزاره الرياضه وزاره هذا حتى حد يرفض انه 13 ماتش شامبيونال ليسبيرونس 13 ماتش شامبيونال كلوب زوز ماتشوات براتيكمون من كل شيء راه كوب هذوما ديجا سنو في 30 ماتش 7 8 ماتشوات ايكيب ناسيونال 38 ماتش
ماتشات الكوب دافريك كل واحده تلعب اون مينيموم اون فادير اربع خمسه ماتشات، معناها 50 ماتش على استاد في عام راهو برشا. مش نبداو متفاهمين، قولي لي كيفاش وصل الغادي؟ راهو يهز في 50 ماتش كل عام عنده توا 7-8 سنين. وبنزرت قداش عنده يهز؟ لا بنزرت هذاك سيتي حمام نمف وزبيته. لا ما يهزوش 50، زوج جمعيات هذوما. لا لا يعرف. لا لا الاسباب قاعده تتبدل، هو الاسباب قاعده تتبدل. نسكروا الملف نتاع رادس. سكروا ملف رادس تقعد الملاعب كل محلوله، لانه ديما فما خطا في بلاصه معينه. 10 ثواني 10 ثواني. والله اسمع نتفاعل معاكم وخلينا نكونوا ايجابيين شويه. يعطيهم الصحة الأندية التونسية كيفاش قاعدين يتألقوا وكيفاش احنا متواجدين يعني في الصدارة كسوا في كوب دافريك ولا الاسبيرونس ولا المنتخب الوطني ولا الشباب العربي كاس عالم. يعطيهم الصحة وشابو با كما نقولوا احنا، على خاطر كي تدخل لداخل معناها تعيش في الكوليس معناها في الرياضة التونسية بالحق تعيش في روحك. واحنا الاسبوع الفارط نحكيو ايه؟ نجموش نعملوا افضل، باش نعملوا احنا انت كوب دافريك تحب تعمل كوب ديجا ديجا اللي قاعد صاير ليه نحكي لك كوب دافريك كنت كوب دافريك والله محمد علي فهموا حتى الحلم اصبح ممنوع معناها اي ولا الحلم ليه خاطر حاجه توجع بصراحه والله الاسبوع الفارط وقت حاضر عصام عبد الفتاح وقت في الاحد الرياضي وش بدنا نحكيو على كاس افريقيا معناتها وحكينا على تونس معناتها كيفاش جاوب باستهزاء قالك احنا في شمال القاهره بركه عندنا 6 مليون نعملوا معاها بطولة افريقيا فقط في القاهره. محمد علي واحنا شفت باش تشوف نحن قداش قاعدين نمشيو سنوات للخلف. تونس هذه معناها البلاد المتواضعه هذه نظمت كاس افريقيا 94 وعاودت نظمته 2004 وقت اللي فما قداش من دوله افريقيه موجوده معنا. نحن بعد 5 معناها ايديسيون عاودنا خذينا نظمنا كاس افريقيا. باش تعرف كان فما ناس كان فما ناس نجم تفوز بالتدارك كان فما عصا عديدية ولا وين العباد تحبش برشا لغه العصا لكن حبيت نقول لك خلينا زاد حتى في تونس اليوم فما حاجه برشا حاجه علاش للاسف الناس تتحمل مسؤوليتها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اقرب الاوقات ترجع الناس تحمل مسؤوليتها وشويه ضمير زاد من الناس اللي تخدم وترجع تونس اللي نحلموا بها ان شاء الله الناس الكل